الأرض التي انطلقت منها جميع الرسالات السماوية لتنير العالم، مصممة اليوم وكما كانت عبر تاريخها الطويل أن تبقى أنموذجا للمحبة والسلام والعيش المشترك بإرادة أبنائها وحبهم لوطنهم. فتحت سقف الوطن سوريا مارس الجميع وما زالوا طقوسهم الدينية بحرية، ليعلنوا مجددا وحدتهم وتضامنهم في وجه مخططات أعداء سوريا التاريخ والحرية. حضارة. نحن مسلمين ومسيحيين باقين في هذه البلاد مهما تمت من تصرفات قاسية علينا جميعا، وخاصة على أماكننا المقدسة. وذكرت مساجد وكنائس لها تحمل نفس الرمز ونفس المعنى بالنسبة لنا جميعا، ونحن نعود ونقول مسلمين ومسيحيين نحن عائلة واحدة، وكل واحد منا هو الذي يحمي الآخر، ونحن لسنا بحاجة لأي حماية من الخارج، كانت معنا كانت هذه الحماية. وفد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومحافظ دمشق زاروا كنيسة الصليب المقدس التي طالها حقد الإرهابيين مؤخرا. هذا الاستهداف لهذه المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل التكفيرين الوهابيين هو أكبر دليل على مدى إجرامهم وعلى مدى تفكيرهم المتطرف التكفيري. مرت وحرب كسرت على صخرة الصمود السوري وإلى زوال والبقاء دوما إلى سوريا وإلى الشعب السوري. أبناء دمشق كأشقائهم في مختلف المناطق الذين عينوا قساوة الإرهاب الدموي الذي يطال الأبرياء، مصممين على البقاء يدا واحدة في السراء والضراء. استهداف أماكن العبادة، ولا دين ولا شريعة بالعالم تسمح إنه يصير بالشيء المزبوط. العالم جاي تمارس طقوسها الدينية، يعني شو ما عملوا ما حيطلع بإيدهم شيء، بقى يضبوا حالهم ويروحوا أحسن شيء. نحن ما في لا إسلام ولا مسيحية، نحن إخوة، نحن كلنا دين واحد ومنعبد الله واحد، بس هذا اللي اجونا من برا اجونا شياطين. تعاضد وتكاتف السوريين الذي حمى بلادهم على مر التاريخ يتجلى اليوم في أبهى صوره، ليكتب قصة نصر أخرى تضاف إلى صفحات انتصاراتهم التي سطرت بدماء الشهداء وأيادي الشرفاء.